شروط الاستحقاق، يعني متى يستحقون الخمس؟ متى يستحقون الخمس؟ قال أهل العلم: الشرط الأول شرط الإسلام، أن يكون مسلما، لأنه قد يكون من آل بيت النبي ولا يسلم، كأبي لهب عم النبي ولم يسلم. فالقصد أن المقصود بآل بيت النبي المسلم منهم فقط، إذن شرط الإسلام. والحسن بن علي رضي الله عنهما يقول: أحبونا لله، فإن أطعنا الله فأحبونا، وإن عصيناه فأبغضونا. يقول الحسن بن علي رضي الله عنهما: لو كان الله نافعا أحدا بقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير عمل بطاعته لا نفع بذلك من هو أقرب إليه منا. يعني من؟ أبا لهب ما نفعه، أبو طالب ما نفعه قربه من النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يسلم. قال: والله إني أخاف أن يضاعف للعاصي منا العذاب ضعفين. نعم، لأن الله تبارك وتعالى يقول: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. يعني كما أن الله تبارك أكرمكم بأنكم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، العذاب أيضا ترى مضاعف، كما أن الحسنات نضاعفها، السيئات أيضا نضاعفها. انتبهوا، يضاعف لكم العذاب لأنكم من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الشرط الأول شرط الإسلام. الشرط الثاني قالوا: ثبوت النسب. يعني ليس كل من جاء وقال أنا من آل البيت أعطي من الخمس أو أكرم وقدر وكذا، لا، يثبت نسبه. ولذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول: الناس مؤتمنون على أنسابهم. هذا هو الأصل، أن الإنسان مؤتمن إذا قال أنا من النسب الفلاني، الأصل أنه صادق وأنه مؤتمن على هذا النسب الذي ادعاه. لكن مع هذا جاء يطالب بأشياء بناء على هذا النسب، يقال له إيش؟ أثبت نسبك، أين مشجرتك التي تثبت نسبك إلى البيت؟ والحمد لله أهل العلم بخاصة هذا النسب بالذات ألف فيه ما لم يؤلف في غيره من الأنساب، خاصة نسب فاطمة رضي الله عنها، يعني الذي يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جده النبي من أمه. هذا النسب بالذات ادعاه كثير من الناس لشرفه، وهو أشرف آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أشرف بيت في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم أو آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أشرف بيت هو بيت علي، وليس كل بيت علي، لأن علي عنده 39 ولد، وإنما المقصود بيت الحسن والحسين فقط. هذا البيت هو المقصود من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك أن ذرية النبي انقطعت صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رزق كما هو معلوم بسبعة أولاد، ثلاثة ذكور وأربع إناث. الذكور إبراهيم والقاسم وعبد الله، كل هؤلاء ماتوا صغارا لم يتزوج أحد منهم، إذن انقطعت ذرية النبي من الذكور. بقي الإناث، الإناث أربعة: زينب وهي أكبرهن، ثم رقية، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة. هؤلاء الأربعة البنات، زينب تزوجها أبو العاص بن الربيع وأنجبت له ولدين ذكر وأنثى، عليا وأمامة. علي مات صغيرا، بقيت أمامة. أمامة تزوجها علي بن أبي طالب بعد موت فاطمة، يتزوج بنت أختها، يصير هو بعد موتها إيه؟ يصير ما في بس إيه؟ فعلي رضي الله بعد موت فاطمة تزوج بنت أختها التي هي أمامة بنت زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم تنجب له، فإذا انقطع نسل زينب. بقيت رقية، رقية لم تنجب لعثمان، تزوجت وماتت يعني خلال سنتين رضي الله عنها، ثم تزوج أختها أم كلثوم، أنجبت له عبد الله ومات صغيرا، انقطع نسله. طيب، إذا انقطع نسل أم كلثوم، بقيت فاطمة. فاطمة لها أربعة أولاد،
علي عفوا الحسن والحسين وأم كلثوم وزينب. أما الحسن والحسين ذريتهما باقية اليوم. أم كلثوم تزوجها عمر بن الخطاب، أنجبت له زيدا وحفصة ومات صغيرين. ثم زينب تزوجها عبد الله بن جعفر ثم مات عنها وانقطعت ذريتها، فلم تبق إلا ذرية فاطمة رضي الله عنها فقط، ومن الحسن والحسين فقط هذه التي بقيت إلى اليوم. لكن باقي ذرية أقارب النبي موجودة، اللي هم العباس أو عقيل أو جعفر باقية، لكن نقصد هذه أشرف الذرية لأنها ترجع إلى النبي، صحيح عن طريق فاطمة لكن ترجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. باقي العباسيون لا يرجعون إلى النبي، وذاك هارون ماذا قال؟ يا ابن عم. بينما جعفر قال إيش؟ أو موسى بن جعفر قال يا أبتي. فرق بين أبتي وين؟ يا ابن عم. فالقصد إذن لابد من ثبوت النسب، من أثبت نسبه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر بالله، ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار. هذا لا يجوز، فكيف إذا كان هذا الذي ينتسب إليهم أشرف نسب؟ وذاك الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى يقول من انتسب إلى بيت النبي وليس كذلك فإنه يضرب ضربا وجيعا ويشهر به ويحبس طويلا حتى تظهر توبته، لأنه استخفاف بحق الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا من ادعى هذا النسب الشريف نقول له أثبت هذا النسب. وظن هذه المبرة لهذا السبب، ها؟ يعني هذه المبرة، مبرة سادة الأشراف، يعني أقيمت لأجل هذا الأمر، وهو إيش؟ إثبات هذه النسب. كل من يدعي نسبا يقال له أثبت، وين مشجرتك؟ فيأتي ويثبت مشجرته أنه ينتسب إلى هذا البيت فيكون منهم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.